فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طلق الرجل زوجته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث، فهل ترثه الزوجة ولو خرجت من العدة؟ لا، إذا خرجت من العدة لا، ما هي بزوجة. إذا خرجت من العدة ما هي بزوجة، ما دامت في العدة فهي زوجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن آثار الزوجية باقية عليها، ما زالت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.